بسم الله. دلوقتي هنتكلم على هناخد كده نتكلم على اول حاجة نبدأ فيها اللي هو الامبليتيود موديليشن. فهنعمل كأننا بنعمل ريفيو على الاجزاء اللي خدناها قبل كده. هنا هنقول اكسبلين الامبليتيود موديليشن ويز ريسبكت فور ويز سبيكترم فور سنجل تون سيجنال. تمام. فعندي طبعا احنا خدنا الديفينيشن بتاع الامبليتيود موديليشن، هو عبارة عن نوع من انواع الانالوج موديليشن اللي فيها عبارة الانفورميشن سيجنال او المسج سيجنال اللي بنقول عليها برضو مسمى ثالث الموديليتنج سيجنال، بتبدأ تغير او بتعدل في الامبليتيود بتاع الكارير بتاعي. وهنا يعتبر الاي ام اللي هو الامبليتيود موديليشن هو عبارة عن بعمل شيفت فين في الفريكوانسي دومين، وفي هنا الامبليتيود بتاع الكارير هيبدأ يتغير بتغير الموديليتنج سيجنال نفسها. فهنا لا، في الشكل اللي قدامي ده اللي جوه الساين ويف اللي التردد بتاعها عالي اللي جوه دي عبارة عن الكارير سيجنال. الانفلوب بتاعها هو عبارة عن المسج سيجنال نفسها. يبقى الشكل اللي قدامي ده هو عبارة عن الاس تي اللي هي الموديليتد سيجنال، الامبليتيود موديليتد ايه سيجنال. طب الشكل ده جه منين؟ الشكل ده هو عبارة عن ان انا عندي المسج سيجنال اللي هي الام تي، وده الاي ام بتاع الامبليتيود بتاعتها، وكوزاين اوميجا ام تي، اوميجا ام اللي هو انجولار فريكوانسي بتاع المسج سيجنال. في بعد كده عندي هنا الايه السي تي، ده اللي هو الكارير، وده الكارير امبليتيود اللي هو الاي سي. يبقى انا عندي هنا الاي سي هي الكارير امبليتيود، والاوميجا سي هنا الانجلر فريكوانسي بتاع الكارير بتاعي. الموديليتد سيجنال عن باستخدام الاي ام هو الاس تي بيساوي عباره عن الامبليتيود بتاع الكارير بلس الايه المسج سيجنال نفسها، كل ده ملتبلاي كوزاين اوميجا كارير تي. هنشيل الام تي دي من فوق هنا ونعوض عليها بالكلام ده، يبقى الاي سي بلس اي ام كوزاين اوميجا ام اي تي كده بالمنظر ده. وبالتالي لو خدت الاي سي عامل مشترك اللي هو انجلر سوري اللي هو الكارير امبليتيود بتاعي، فهيفضل لي 1 بلس اي ام على الاي سي. الاي ام على الاي سي ده بقول عليه موديليشن اندكس، وهنعوض عنه بالليتر ام اللي هو الليتر ام ده. بعد كده هنفك الاقواس، ادي اي سي كوزاين اوميجا سي تي، وهنا اي سي ام كوزاين في كوزاين، ده الترم التاني. طبعا هنفك الكوزاين في الكوزاين اللي هي نص كوزاين المجموع زائد نص كوزاين الفرق. تمام. هيطلع لي 3 ترمز، يبقى الامبليتيود مودوليتد سيجنال طلعت لي هنا 3 ترمز، وده بنقول عليه اللي احنا عملناه هنا. طبعا في عندي كارير كومبوننت، وده هنا بنقول عليه امبليتيود موديليشن دبل سايد باند. يبقى انا عندي اللي هو هيطلع لي الثلاثه تيرمز دول. طب لو جبته في الفريكوانسي دومين يبقى الاس اوميجا بيساوي الاي سي، وهنعمل هنا بقى ايه، هيطلع في عندي تيرم مره عند اوميجا ماينس اوميجا سي، ومره اوميجا بلس اوميجا سي في عندي في كل الايه في كل الثلاثه ايه الترمات بتوعي. تمام. وبالتالي لما انا ارسم ده كده هنا عندي الشكل، فهتلاقي دايما هيطلع لي ادي اف كارير بلس اف ام، وهنا اف كارير ماينس اف ام، وفي في امبلس كده طلع لي فين عند الاف ايه الاف كارير نفسها. تمام. وهنا الامبليتيود بتاع البلس دي لو ايه كارير، ادي الكومبوننت ده، والامبليتيود هنا ادي نص ام ايه سي، وهنا نص ام اي سي الناحيه دي، وهنا الناحيه دي. اوكي. طب الباند ويدث هي عباره عن ايه، بيساوي اكبر فريكوانسي ناقص اصغر فريكوانسي اللي هي اف كارير بلس اف ام ماينس، نفتح قوس، اف كارير ماينس اف ام، يعني الباند ويدث دي عباره عن 2 اف ام. يبقى الامبليتيود موديليشن دبل سايد باند سبيكترم زي ما انتم شايفين كده دبل سايد باند، يبقى دي ابر سايد باند ودي اسمها لور سايد باند، عشان كده بنقول عليها ايه دبل سايد باند، وطلع لي فيها امبالس عند الكارير كمان.
الباند ويث هتلاقيها كبيرة، هي عبارة عن 2 FM، وبالتالي بتحتاج باور كبيرة عشان ايه نبعتها. طيب هنا بيقول لك اعمل show that a non-linear device can be generated can be used for generating AM signal what is a limitation. ال non-linear device هنا هنستخدمه زي مثلا دايود ولا حاجة. فهنا السيجنال السيركت بتاعت اللي بعمل بيها جنريشن للـ MAM سيجنال هتبقى عبارة عن الانبوت بتاعها، في هنا حاجتين عندي، المسج سيجنال نفسها الـ MT، وفي عندي هنا حاجة بتجنريت الكارير برضو اللي هي AC كوزاين 2 باي اف كارير T. طيب ده الانبوت فولتج اللي هو VN، تمام كده، ده الـ VN بتاعي. طب ال V out اللي هو بعد ال non linear device ده اللي هو V out اللي هو V2، يبقى دي ال V out هنا عبارة عن مجموعة من ال coefficients مضروبة في V n to the power 0 و V n to the power 1 وهكذا. ال V n بتاعي هو عبارة عن M message signal plus ال carrier signal، فادي ال message signal وادي ال carrier signal. هنبدأ نعوض هنا في المعادلة اللي فوق دي، من ال VN دي هنشيل كل VN في ال Vout هنا واحط منها المعادلة دي، هيطلع لي الترمز دي كلها. طبعا VN سكوير هيطلع لي كوندل ده كده سكوير، اللي هو طلع هنا ده كده ايه سكوير. وبالتالي لو فكيت الأقواس دي بتاعت السكوير وأعيد ترتيب ال equation بتاعتي في السطر الرابع زي ده كده، هتطلع لي هتلاقي فيه كذا ترم، في ترمات خاصة بأول حاجة الترم بتاع الكارير، وبعد كده الترمين بتوع الابر سايد باند واللور سايد باند، وبقى اللي هو مكتوب عليه المربع اللي هو مكتوب عليه اي ام دبل سايد باند اللي هو جوه المربع الاحمر ده كده. يبقى السطر الاولاني بتاع الفي اوت بوت ده اللي هو الاي ام دبل سايد باند، ده اللي انا عايز اخليه ابعته. انما الاذر تيرمز التانيين اللي هي بباور اعلى، لا دي كلها هعمل لها ايه، هعمل لها ريجكت او هعمل لها مش هخليها تعدي عن طريق ان انا استخدم باند باس ايه فلتر. طيب ايه هو الليميتيشن اللي موجود في الجنريتور ده؟ ان احنا عندنا في كومبوننت بتاع الكارير اللي هو بي اي سي كوزاين اوميجا كارير. الكومبوننت ده هو عبارة عن كارير وما بيشيلش اي انفورميشن، وبيحتاج ان انا ابعت الاشاره بتاعتي بباور عاليه، والافشنسي بتاعتي السيركت بتاعتي بتبقى ايه، بتبقى اقل. ده الليميتيشن بتاع اللي هو الجنريتور بتاع الدبل سايد باند اي ام موديليشن يعني. طيب كنا خدنا برضو قبل كده اللي هو السنجل سايد باند اي ام موديليشن. فانا عندي هنا ده اكزامبل، قلنا في السنجل سايد باند بقى كان بيبعت ايه، كان بيبعت حاجه واحده بس، يا اما يبعت الابر سايد باند يا اما يبعت اللور ايه سايد باند، وبالتالي كان بيوفر لي جامد فين، في الباند ويدث وفي الباور اللي ببعت بيه. فهنا مديك مساله بيقول لك سنجل سايد باند اي ام سيجنال جنريتد باي موديليتنج 800 كيلو هرتز ايه كارير. يبقى الكارير بتاعي يبقى الاف كارير عندي بكام؟ ب 800 وباي ذا سيجنال. وهنا دي الام تي دي المسج سيجنال هي عباره عن تو تيرمز، واحده كوزاين والثانيه ايه ساين. والامبليتود بتاع الكارير الكارير امبليتود اي سي هو عباره عن ايه 100، فديتيرمن السيجنال ام هات تي او الديريفاتيف بتاع الايه، الديريفاتيف بتاع المسج سيجنال. طبعا هنجيب الام تي دي عشان اجيب الديريفاتيف بتاعها بالنسبه للتايم، فهنا هعمل لها تفاضل يعني بالنسبه للتايم، فالكوزاين دي هتبقى ساين والساين دي هتبقى ايه، هتبقى كوزاين. فدي ادي الام هات تي وادي الايه الحل بتاعها. طيب بعد كده بيقول لك ديتيرمين ذا تايم دومين اكسبريشن فور ذا لوور سايد باند اوف ذا سنجل سايد باند امبليتود موديليتد امبليتود موديليشن سيجنال. فهنا هنعمل ايه، فاللور سايد باند معروف ان هو بيبقى عند اوميجا كارير ماينس اوميجا ام، فده الموديليتد سيجنال اللي هي السنجل سايد باند عند اللور سايد باند. دي الايكويشن بتاعتها، بس الايكويشن دي هنكتبها مرتين، مره عند الترم الاولاني بتاع المسج سيجنال، ومره عند الترم الثاني بتاع المسج ايه سيجنال بتاعتي. فهتيجي ادي نص الام، الام احنا عارفين الام بيساوي اي ام على الاي سي اهو، احنا كنا جايبينها من هنا.
في سوري من هنا كده الام دي بيساوي اي ام على الاي سي. فهنيجي في الحل بتاعنا الاي ام هنا بكام، الفاكتور الكوفيشنت مكتوب في الكوزان هنا بواحد والاي سي بمية، يبقى هنا الام بيساوي اي ام على اي سي يبقى واحد على ايه، على مية. تمام، وهنعوض بقت معادلة عادي خالص الاي سي بمية اهو بمية، وبعدين كوزاين اوميجا كارير كام، هنا في الحالة دي اوميجا كارير هنا ب 800 كيلو هرتز، ماينس ماينس كام بقى هنا، يبقى احنا هنطلع هنا الاف الاف كارير هنا بكام، هيطلع بواحد صح، 200 باي بيساوي 2 باي اف كارير، 2000 باي يبقى 2000 باي بيساوي 2 باي اف كارير، وبالتالي هيطلع لي اف كارير ب 1000. 1000 يعني ايه؟ يعني 1 كيلو. يبقى هنا عشان كده هنطلع اللي هو اوميجا كارير ب 800 ناقص 1 مضروب في 2 باي اف تي. نفس الموضوع هنعمله على الترم الثاني. الترم الثاني هنجيب الكوفيشنت ده واضرب واقسمه على 100، يبقى الاي ام على الاي سي يبقى 2 على 100، ادي 2 على 100 اهو، ومالتو بلاي انا بقعد في القانون ده يعني، مالتو بلاي الاي سي اللي هو 100 في كوزين اوميجا كارير ماينس ام ان، اوميجا كارير ب 800، 800 كيلو خلي بالنا ده كيلو، وهنا عايزين نطلع الاف كارير هنا بكام، يبقى 8000 باي بيساوي 2 باي اف. تمام، يبقى بالتالي الاف هنا بكام، ب 4000 هرتز، يعني بمعنى اصح 4 كيلو هرتز، عشان كده 800 ناقص 4. هنحل الايكويشن دي هيطلع لي السيجنال بتاعتي في التايم دومين، هو ده الاكسبريشن بتاعها. بعد كده بيقول لي ديتيرمين الماجنيتيود بتاع السبيكترم بتاع اللي هو السايد باند ايه سيجنال. طيب احنا هنا كنا بنجيب الماجنيتيود ازاي، ان احنا كنا بجيب الكوفيشنت ده مره هنا، ادي الكوفيشنت بتاع ده كام، واحد، يبقى نعمل بلصايه ونحط هنا واحد. طب هي عندي الكارير فريكونسي كام، 796، يبقى هحط هنا 796. بعد كده هعمل امبالس تانية عند التردد كام، 799، ادي واحدة امبالس كده 799، بس الامبليتيود بتاعها كام، نص. يبقى لو انت هترسم ده طوله سنتي، ترسم ده طول نص سنتي مثلا. طبعا ما فيش كومبوننت عند الكارير فريكونسي اللي هو 800 اللي هو 8000، عشان كده طلع نقطة، ويبقى ده هو الماجنيتيود سبيكترم بتاعي بتاع اللور ايه، اللور سايد باند. طيب بعد كده بيقول اكسبلين ويز دروينج هاو يو كان جنريت الابر سايد باند يوزنج الفيز شيفت ميثود. كان في اكتر من طريقه بنستخدم فيها جنريشن للسايد باندز، كان من ضمنها اللي هي الفيز شيفت ميثود. والفيز شيفت ميثود كنا بنجيب المسج سيجنال نفسها، يبقى دي ده اللي احنا كنا احنا بنكمل نفس الاكزامبل بتاعنا ده كده، المسج سيجنال دي، بس المسج سيجنال دي كنت بدخلها على بالانس موديليتور، وبدخلها مره شيفتد بمقدار 90 درجه على نفس البالانس موديليتور، بس الكارير اوسيليتور اللي بيجنريت الكارير هنا مره بدخله على البالانس موديليتور اللي هو اللي فوق ده بنفس الفيز، ومره تانية بدخله على البالانس موديليتور تحت بفيز شيفت برضه 90. فعشان كده اي بعد الفيس شيفت يا جماعه اي كوزاين هتتغير تبقى ايه، تبقى ساين. يبقى ده كده بند المفتوح، الكوزاين هتبقى ساين والساين هتبقى ايه، كوزاين. والصم الاوتبوت بتاعي البرانش اللي فوق بيتجمع والبرانش اللي تحت بيطرح، وبالتالي الريزلت بتاعي بيبقى هو الموديليتد سيجنال اللي هي سنجل سايد باند بتاعتي. طيب يبقى احنا لو مشينا بالكلام ده في الايكويشن هتلاقي ان عندي الكارير سيجنال بتاعت الاي سي كوزان اوميجا كارير تي، هتلاقي عندي هنا مقسومه جزئين، اللي فوق البرانش اللي فوق ده هنقول عليه اس 1 والبرانش اللي تحت هو اس 2. فالاس 1 اللي فوق هي عباره عن، لو حطينا بقى يبقى انا عندي هنا كام، اللي هي 100 اللي هو الامبليتيود ايه، وبعد كده هنحط ادي كوزاين اوميجا كارير تي اللي هو كوزاين 2 باي في 800، 800 اف كارير يعني 800 اهو، اف كارير 800. تمام، والجزء اللي في النص هنا عندي اللي هو المسج سيجنال بلس الكارير بتاعي، او سوري المسج سيجنال بتاعتي اللي هي اللي هي دي كده اللي هي 2000 تبقى 2 و8000 تبقى ايه، تبقى 4 كده اللي هي 2 في 4 8 يعني. اوكي
يبقى دي السيجنال بتاع دي اللي هي الايه البرانش اللي فوق. هنبدأ نضرب بقى نفك الأقواس، نفك نوزع الكوزاين دي على التو تيرمز اللي جوه، وبعد كده هنفك. لو هتلاقي ساين في كوزاين هيبقى نص كوزاين المجموع ناقص كوزاين الفرق، برضه هيطلع لي 4 ترمات دول. نفس الكلام هنعمله على البرانش اللي تحت، يبقى برضه نفس الكلام بالظبط، بس هنا طبعا عندي ساين وهنا ايه كوزاين وفي ماينس عشان الموضوع الفيس شيفت بعد ان انا عملت فيس شيفت، فالساين هتقلب كوزاين وهتحط لها ماينس. بعد كده هنفك الأقواس وبرضه هيطلع لي كوزاين في ساين، هنفكهم بالأسلوب اللي احنا بنفك بيه دايما على طول المعروف. وبعد كده هنجيب S1 ماينس S2 لأن S1 فوق اهي بجمعها والS2 بطرحها، هنجيب دي ماينس دي هيطلع لي الايه هيطلع لي الترمز دي كده كلها، ودي بقى هي دي المسج سيجنال بتاعتي بتاعت الايه بتاعت الأبر سايد بند.